لا يمكن أن تهمل هذا الموعد، موعد يحسب له ألف وألف مقدار واعتبار. عامر عبد الله المري معلقا واصفا عاشقا متيما بهذه القمة هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. تنطلق ضربة البداية، يحاول الزعيم أن يأخذ الضربة المبكرة. المباراة بطاقم تحكيمي برتغالي بقيادة السيد آرتور سواريز وطاقم تحكيم من البرتغال، وهي أولى القمم في دورينا منذ عودة الحكام الأجانب، مباريتين متتاليتين بطاقم تحكيم أجنبي. برمان باتجاه إيريك إلى خارج الملعب، رمي تماس. كامل التوفيق إن شاء الله للفريقين. العين صاحب المركز الرابع، الوحدة صاحب المركز السابع. العين لعب أربع مباريات، فاز في ثلاث، تعادل في مباراة، خسر مباراة. الوحدة في رصيدة سبع نقاط، فاز في مباريتين، خسر مباريتين، تعادل في مباراة. كرة عالية وأمامية، أربوليدا بيخلصها. يصف هذه الأجواء أربوليدا بأنها أجواء خيالية ومثالية لكرة القدم. الله 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 على منظر مدرجات، منظر يخلي كبير السن يرجع شاب، منظر رائع جدا. هنا كرة القدم أيها الأحبة، هكذا تكون كرة القدم ولا فلا؟ طحنون بالقدم اليسرى، طحنون. أكثر من لعب كرات عرضية في دورينا هذا الموسم مع الظهير الأيسر أيضا الوحداوي فيليبي، 21 كرة عرضية. فارس وسنوات التأسيس هنا، فارس لعبها لأدريان، أدريان عادها بالخلف، الكرة للإعداد من ألان إلى سمعة صاحب أربعة أهداف في الكلاسيكو في الديربي. سمها ما شئت، كرة لإسماعيل، طالت الكرة إلى خارج الملعب، طالت الكرة. هو بجوار جمهور أصحاب السعادة الحاضرين الأوفياء بقوة خلف ناديهم. العين، مدينة العين، المدينة العين روحي، وكيف الروح انساها، غابت الروح يبقى مدفني فيها. العين هي المسرح الكبير لرياضة الإمارات في هذا الشهر، الكلاسيكو في هذه الليلة، وبعد أيام قليلة نهائي كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، وبعده بأيام قليلة سوبر المصريين للأشقاء على أرض الإمارات. أنكم في استاد هزاع بن زايد، ملعب الخمسة نجوم، أحد أجمل ملاعب العالم، الملعب الذي تشاهدون كيف تصطف الجماهير، كيف تكتظ الجماهير، كيف تحضر الجماهير. عيناوية لسفيان، سفيان عالية وعرضية إلى خارج الملعب. هذه المباراة إذا سجل هدف مبكر أنت راح تشاهد مباراة ما راح تنساها. الأمة العيناوية حاضرين بكثافة وبتدفق كبير، وما أجمل عبارة سولد أوت، ما أجملها. هذا الموسم الخيالي الذي نعيشه في كرة الإمارات. الكرة أمامية باتجاه رفعت، رفعت بيحاول، تغطية موجودة من سيد جمعة وضربة حرة مباشرة، نفذت الكرة، لعبت، رجع الضغط مرة ثانية من بلاسيوس، عادت الكرة الآن لجواو بيدرو القوي، جواو يتقدم، جواو المتوهج في الفترة الماضية بيلعبها، لكن الكرة تصطدم، تصل لبرغش المنهالي للزعابي لكلاسيكو كرة الإمارات. نعم تنطبق العبارتين على هذه القمة يا جماعة، هي كلها مفردات مستوردة. الديربي مستورد والكلاسيكو مستورد، والكلاسيكو عرفناه بين بطلين من مدينتين. إذا اعتبرنا أبو ظبي مدينة والعين مدينة، هي لها صفة المدن، فبالتالي تكون كلاسيكو. وإذا اعتبرنا أن الديربي بين أبناء مدينة واحدة، فأبو ظبي تشمل الجميع، وبالتالي الناديين ينتميان إلى إمارة أبو ظبي، وبالتالي هي ديربي، هي كلاسيكو، هي قمة، هي تحدي، هي واجهة لكرة القدم الإماراتية. ضربة حرة مباشرة لفارس جمعة على علابة، الوحدة ياخذ زمام المبادرة مع الدقائق الأولى. اسمع جمهور العنابي، صوت جمهور الوحدة في هذه المباراة. العنابي له فترة ما فاز، من ثمان سنين، ثمان، ما أدري سالفة الرقم ثمانية، المباراة رقم ثمانية، ثمان سنين ما فاز الوحدة على العين في العين. الموسم الماضي تعادل هنا وانتصار للعينوية هناك. ضربة حرة مباشرة للوحدة لأصحاب السعادة، قد تكون مباراة العودة للمنافسة إن استطاع أن يفعلها. إسماعيل بيلعبها عالية وأمامية، الكرة بتتخلص
من المتراجع يارملينكو، الكرة لبرغش المنهالي، يا سلام، لعبها أمامية، كرة للوحدة ولكنها طالت وعدت إلى خارج الملعب. ضربة مرمى لمصلحة فريق نادي العين. العين صاحب الهجوم الأقوى ب 14 هدف في الدوري مع الشارجة. وخيمينيز قال ندرك هذه المباراة وأهميتها وأهمية الديربي. الديربي تصنع عليه أمال، شوف الأوفياء، هذا الوفاء يا أهل الوفاء، لا تقول وين، شوف بمتابعهم. كرة ملعوبة الآن تصل إلى كوامي على الجهة اليسرى، كوامي يتقدم، يلعبها لبلاسيوس، بلاسيوس يعيدها بالخلف. العين لازال في مرحلة دمج وسط الملعب، شوف هذه الكرة من برمان، الخطأ الواضح في اللقطة الماضية على أثر الكرة ترتد، تصل لرفعة الآن في مكان سلي، مشاها كرة للعنابي، عالي عرضية، السلام، التهديد الأول يا أصحاب السعادة، التهديد الأول، اللعب على الأخطاء، أخطاء برمان في التمرير، فارتدت على دفاع العين الذي لم يكن منظما في اللقطة الماضية. روبن صاحب أكثر عرضيات في الدوري، وبيدرو صاحب أكثر أهداف بالكرات الرأسية، يعني المسألة الرقمية واضحة. يقول لك فيليب أكثر من لعب عرضيات، هو أول من لعب عرضية، وبيدرو أكثر من سجل بالرأس، وهو من لعب الكرة بالرأس. إذا هنا الأرقام تصادق على الواقع، وجميلة حينما تكون الأرقام تصادق على الواقع، وليس بالضرورة في كرة القدم أن كل الأرقام تصادق على الواقع. هذه كرة العين باتجاه بلاسيوس، بلاسيوس بيحاول يمر، تغطية موجودة من بيمنتا، خدها للعين، كرة للابا، يا سلام، بيحاول يمر ولكن الكرة تتخلص، ترجع الكرة مرة ثانية إلى خارج الملعب، رمي تماس أبعدها أربوليدا في اللقطة الماضية إلى خارج الملعب، رمي تماس لأصحاب السعادة. شوف هذه الكرة فرصة وحداوية وارتداد، تحول ممتاز كان باستثمار الخطأ الذي حدث في منتصف الملعب بالتمرير، وأي خطأ دائما في منتصف الملعب في مرحلة بناء الهجمة يعتبر من الأخطاء المؤثرة. لماذا؟ لأن يكون فريقك في حالة الهجوم، اندفاع اللاعبين، اندفاع الأطراف، وجه اللاعبين، نظرات اللاعبين إلى مرمى الفريق الخصم، فبالتالي لما تفقد الكرة بهذه الطريقة الارتداد يكون للدفاع غير منظم، وهذا ما حدث فعلا في الدقائق الماضية أو في الهجمة الماضية. الشامسي أكثر فريق تلقى منه أهداف هو العين، 16 هدف في عهد الاحتراف. الكرة لفارس جمعة، فارس والجمعة السعدي زمان أبوه، كان سريع وكان مميز، والكرة الآن ترجع لطحنون، طحنون أمامية، كرة تتخلص بتعود لإيريك، إيريك على الجهة اليسرى، كرة مقطوعة بالخطأ من إيريك، ترجع لطحنون الزعابي. طحنون من اللعيبة الحقيقة إذا ما وظف في الشكل السليم، إذا ما أخذ الثقة، أنت أمام موهبة، موهبة، يا سلام على كرة رجعت مرة ثانية لرفعة للعنابي الأفضل أمام المرمى، ولكن الكرة بتعدي إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. شوف هذه الكرة وهذه التسديدة عادت في اللقطة الماضية، وتسديدة من طحنون الزعابي، وخلصها خالد عيسى بشكل ممتاز. ترجع الكرة مرة ثانية لإيريك، العين الآن يحاول تمديد صفوفه. ماذا فعل الوحدة في الدقائق الماضية؟ الوحدة دخل لأجواء المباراة، ضرب ضربة البداية في ملعب العين، دخل وحاول أن يضغط العين، حاول أن يكون هو الطرف الأفضل، نجح في ذلك. مع مرور الوقت سيتراجع الوحدة إلى الخلف، سيعود العين لتنظيم صفوفه من أجل أن تستمر المباراة بنمط متوقع له، أن يكون صاحب الأرض هو اللي فريق اللي يضغط، والوحدة يلعب على الكرات المرتدة. هذا اللي يقوله، كرة تصل لكوامي، كوامي لرحيمي، رحيمي تحت الضغط، الكرة لكوامي للعين، عالية، عرضية داخل منطقة الجزاء، بمنتا بيخلص، كرة بترجع مرة أخرى وبتعود لمحمد برغش، محمد خلصها، فاول خطأ لمصلحته، وضربة حرة مباشرة لمصلحة فريق نادي الوحدة. العين لعب 4 مباريات لديه 10 نقاط، الوحدة لعب 5 مباريات عفوا، العين في المركز الرابع والوحدة في المركز السابع. قبل هذه المباراة تعرض الجزيرة للخسارة الأولى أمام شباب الأهلي، ويبقى تقريبا الشارجة هو الوحيد اللي ما خسر. شوف طحنون، على فكرة حاليا في كرة الإمارات ما عندنا شويته، ما عندنا لعيبة يملكون هذه الخاصية، هذه نقطة قوة لنا يجب أن تفعل وأن تكون
أفضل وأفضل. يوم من الأيام لما كان عندنا منتخبنا القوي ومنتخبنا الجميل كانت عندنا الحلول عرضية في رأس الطلياني وفي رأس فهد خميس وفي رأس علي ثاني، وبالتسديد كان عندنا عبد الرزاق وكان عندنا أبخيت سعد وكان عندنا أكثر من لاعب يسدد. فبالتالي التنويع مهم جدا. أربليدا سيطرة، إكوامي الكرة الآن على الجهة اليسرى، كرة ملعوبة تصل الآن لكوامي، إكوامي على الجهة اليسرى إلى إيريك، إيريك يتقدم تصل لبلاسيوس، نقل الكرة الآن لسعيد جمعة، أول تقدم للظهير الأيمن. كرة ترجع ليارمولينكو، أول ظهور، عرضية داخل منطقة الجزاء، شامسي بيخلصها، ترجع لسفيان رحيمي، سفيان إلى خارج الملعب، رمي التماس بلاسيوس إلى أحمد فرمان، قمة قد تصعد بالعين للمركز الثاني أو الثالث كأسوأ احتمال، وتدخل الوحدة في الحسبة. الكرة حلوة من يحيى ليريك، عرضية السرعة، يارمولينكو يهدر فرصة عينوية محققة، فرصة عينوية محققة. شوف هذه الكرة للعين، ممتازة كانت من يحيى نادر، مررها بينية لإيريك، تقدم ممتاز، عرضية، إسناد رائع جميل جدا من يارمولينكو، ولعب الكرة ولكن علت العرضة وتحسف عيناوي كبير على اللقطة الماضية. يعني الوحدة بدأ بعرضية من الجهة اليسرى، العين يرد بعرضية من الجهة اليسرى، الوحدة بكرة رأسية، العين بكرة رأسية، يعني التكافؤ الحاضر الكبير بين الكبيرين. كرة ملعوبة تصل الآن لمحمد برغش، برغش بيسيطر عليها أقصى الجهة اليسرى إلى فارس جمعة، فارس للوحدة، محاولة التقدم، أحمد رفعت بيسيطر عليها، القادم من فيوتشر المصري، كرة أمامية يحاول من خلالها برمان، الحكم يعطي الاستمرارية، تسديدة قوية بتمر إلى خارج الملعب، هي ضربة مرمى، ضربة مرمى، راحت الكرة الماضية، راحت الكرة الماضية، الوحدة ياخذ زمام المبادرة. هؤلاء أوفياء الوحدة، ويسعدني أن أكون أنا من أطلق اللقب هذا على أوفياء العنابي. في يوم ما كان فريقهم يتعرض لخسارة كبيرة أمام الجزيرة في ديربي، وكانوا يشجعون ويقفون مع فريقهم، فانطلق اللقب منذ تلك الليلة. الكرة الآن لإيريك، إيريك بيلعبها لبلاسيوس، بلاسيوس العين، الأرجنتيني مشاها، يارمولينكو معاه سناد ممتاز للعين أمام المرمى، الله، الكلمة الأولى بنفسجية عيناوية للبوس العيناوي، الزعيم مع الأمة العيناوية يتقدمون بأول أهداف المباراة عن طريق سفيان اللي سجل في الموسم الماضي والموسم الحالي. الله يا وقت مضى وأيام مرت، وين أيام عهد الوفا اللي قال يا عونه، عونك يا زعيم، هذا ما تفعله الجماهير العيناوية، عونك يا العين، هكذا تحضر وتوازر ويتقدم كعب الغزال العيناوي. لابا راحت لسفيان، سفيان حطها في المرمى، أعلن عن تقدم العين، عن تقدم البنفسج، عن تقدم البوس بأول أهداف المباراة، بنفسجي. يا سلام يا سلام يا لابا يا لابا يا لابا، على لقطة جميلة جدا، ما ظني كان يبغيها سفيان، لكن كل الطرق تؤدي إلى الزعيم. العين واحد، العين واحد، الزعيم واحد، يتقدم في الكلاسيكو 72 في تاريخ مواجهات الفريقين. إذن سفيان رحيمي يسجل المرة الثانية ويعلن عن تقدم البنفسج بأول أهداف المباراة.
منظر الجماهير العينوية بهذا العدد وبهذا التكاتف، هذا يذكرنا بصراحة في أيام ما كان العين مرعب أسيوية. هذا المنظر، هذا المنظر، شوف 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 المدرجات، يعني منظرها لا 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 لا, لا تقول لي طبيعي ولا مباراة دوري، لا، الأمة تحتشد في ملعبها في استادها الزاع بن زايد، واللي تعلن عن التقدم العيناوي بأول أهداف المباراة على حساب الوحدة. على فكرة آخر تعادل سلبي بينهم كان في مدينة العين، هو تعادل واحد كان في 94، يعني قبل 28 سنة، يعني 28 سنة ما في تعادل، ما في تعادل بدون أهداف. جماعة العين والوحدة شيء 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 كبير في كرتنا. كرة بتتخلص ترجع لأدريان، هل من رد يا أصحاب السعادة؟ الكرة الآن لروبن، اللعيب عالية عرضية لأصحاب السعادة، سمعة بيلعبها الكرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى، ضربة مرمى، عدت الكرة الماضية إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. تنقضي أول ربع ساعة يا الأحبة الكرام يا المتابعون في كل مكان. خيمينيز قال مدرك أنها مباراة صعبة وأمام ديربي، وفي الموسم الملغي كنت وقد خسرت من العين. خلاص هي ما تعتبر النتائج ترى في الموسم الملغي، النتائج ما تحتسب، من سجل الأهداف والبطاقات والقرارات الإدارية هي اللي صارت، فبالتالي لا نذكر النتائج التي حدثت في الموسم الملغي على اعتبار أن الرابطة لغت تلك النتائج. فبالتالي نتكلم عن مواجهات في عهد الاحتراف، يعتبر العين أكثر فريق هزم الوحدة في عهد الاحتراف، 14 فوز أكثر من فاز على الوحدة في عهد الاحتراف. كرة ترجع مرة ثانية، تصل أكوامي بيلعبها أمامية لرحيمي، إريك يضغط على برغش، إريك خذها وبرغش بيغطي بشكل ممتاز إلى خارج الملعب. شوف 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 شوف, شوف المنظر، الله 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 يا وقت المدر. هم أعلنوا العينوية قبل كم سنة، تذكرون حملة عونك يا زعيم، كرة ملعوبة بيسيطر عليها محمد الشامسي، فترى تفوق للعين. الآن الكرة ملعوبة لأحمد رفعت على الجهة اليسرى، رفعت مع سفيان رحيمي، خلصها سفيان، الكرة إلى خارج الملعب، رمي التماس. منذ 85 حينما لعب الوحدة موسمها الأول وبدأت معها تحت، ترى من أول مباراة، من أول مباراة بينهم كانت في الجولة الخامسة، يعني قبل هذه الجولة. هذه كرة ملعوبة لإسماعيل، عرضية بيلعبها ولكن كوامي بيخلص، وإريك على الجهة اليسرى، إريك بيبعدها، لا زالت الكرة، إسماعيل ضغط ممتاز، رجعت الكرة لبرغش، برغش أداء جميل حقيقة، يعني يعطينا أن الوحدة كانت عندها مشكلة في مركز الظهير الأيمن في الفترات الماضية وعدم الثبات على اسم أحمد رفعت. كرة تصل لألان، ألان لبرغش، برغش الآن أمامه فرصة للعب العرضية، هي عالية، هي عرضية، يحيى نادر بيخلصها إلى خارج الملعب، رمي التماس. أول مباراة جمعت بينهم في الجولة الخامسة وفي العين على استاد خليفة بن زايد، العين الوحيد كما ذكرت سابقا، الوحيد في العالم اللي يمتلك 3 ملاعب، 3 استادات دولية. ضربة ركنية الآن لمصلحة الوحدة لأصحاب السعادة، طحلون الزعابي، بدرو ويحيى نادر، ابتسامة جميلة مع حكم المباراة ابن 43 سنة هذا الحكم، والدولي منذ عام 2010. عالية وعرضية، الكرة بتتخلص ترجع مرة ثانية لمصلحة الوحدة، لكن تغطية موجودة الآن ليارمولينكو، يارمولينكو لإيريك، ضغط عالي، إيريك بيلعبها، الكرة بتستلم إسماعيل مطر، تتحول إلى خارج الملعب، هي ضربة مرمى. لما نفتح بوابة الذكريات والماضي ونقول أول مواجهة جمعت بين الفريقين يوم الجمعة 8 نوفمبر 1985 على استاد خليفة بن زايد في مدينة العين، أول مباراة انتهت كم كم، أول مباراة 3-3، شوف التحدي بدأ،
3-3. محمد مبارك الأحباب يسجل للعين، ومطر الصهباني سجل ثنائية ورد عليه محمد سالم الوحداوي بثنائية، ومطر الحوسني أيضا بهدف. وبالتالي تتكلم عن أول مباراة جمعت بين الفريقين بدأت بتحدي كبير، وأن المباراة الثانية الأولى اللي أقيمت على استاد نادي الوحدة، استاد آل نهيان، نفس موقع الملعب الحالي، استمرت نتيجتها لسنوات طويلة جدا حتى 2018. كانت النتيجة 5-1 للوحدة يومها. زميلنا اللي مسي عليه بالخير الله يذكره بالخير أبو عبد الله، منذر عبد الله، محمد سالم، سالم خليفة، العبدماني، كرة ملعوبة بتعدي إلى خارج الملعب، فيصل الكربي ومحمد مبارك الأحبابي. 5-1، تخيل استمرت من 86 إلى 2018 كأكبر نتيجة حتى انتصر العين بالستة لما فاز 6-2، هدفي بيرك، كايو، عموري، الشحات، وريان يسلم، وجوجاك سجل الأهلي الوحدة في تلك المباراة هدفين. ترى الآن ملعوبة، تأثر الآن أقرب، اللي مصعد فريق نادي العين، عقرب للعبة اللي بيحاول يمر، ضربة حرة مباشرة لمصلحة العين ولمصلحة لابا وعلى طحنون الزعابي. شوف هذا الخطأ وهذه العرقلة وهذه الضربة الحرة المباشرة. وأكتوبر جمع يعني أيضا نرجع على الرقم 8، 8 مواجهات بين الفريقين في شهر 10 في أكتوبر، تبتسم لمن؟ وثلاث مواجهات في نفس هذه الجولة، الجولة السادسة، تبتسم لمن؟ أكتوبر بيعجب الوحداوية، والجولة السادسة يعجب العيناوية. كرة الآن ملعوبة، أحمد رفعت بيخلصها، أو فيليب، روبن فيليب بيخلصها، بيلعبها أمامية، محاولة لجواو بيدرو، كوامي إلى أربوليدا، يحيى نادر، سيكون من أفضل اللاعبين لو دم مهارة اللعب من لمسة واحدة، يملك فكر، يملك رؤية، يملك تكنيك عالي يحيى نادر. خالد عيسى عالية وأمامية للعين، تقريبا أكبر حضور جماهيري في الدوري حتى الآن، تستحق أنديتنا الثناء والشكر، والله يستحقون الثناء والشكر على ما يقدمونه من عمل، من فعاليات. يعني الفعاليات اللي موجودة اليوم في استاد هزاع بن زايد كأنك في مباراة نهائية عالمية، في كل ركن هناك زاوية، هناك احتفالية، هناك ترحيب، هناك سلاسة في الدخول. هذه المبادرات التي يعني تلقي بظلالها بشكل رائع وجميل. كرة الآن للوحدة، عرضية داخل منطقة الجزاء، جواو بيجرب وبيسدد لكن الكرة بتتخلص. سفيان رحيمي نقل الكرة الآن المرتدة باتجاه لابا وبمنتا، تخلصت الكرة إلى خارج الملعب، رمي تماس. لا زال العينوية ينتظرون أكثر منك يا أيار مولينكو، والظاهر أنك تنتظر الشتاء، تنتظر البرد، ترى بردنا مو بنفس بردكم في أوكرانيا، لا بردنا جميل ولطيف وأجمل شتاء في العالم. كرة ترجع الآن مرة أخرى، يحيى نادر، يحيى بيلعبها باتجاه سفيان رحيمي، سفيان بيحاول يسيطر عليها، الكرة لازالت في أرضية الملعب، سفيان كيفية المرور والتغطية من برغش، نتابع نشاهد، تقدم، حاول يمر، كرة لسفيان وفاول وخطأ على سفيان رحيمي في اللقطة الماضية، وبالتالي وجود ضربة حرة مباشرة لمصلحة الوحدة. شوف هذه الكرة وهذه محاولة المرور، الله،
ألمانيا كان يغنيها مي حد يقول لحن وغناء مي حد حمد تسجيلات الشعب هنا الشعب العيناوي بصراحة لحن وغناء الأمة العيناوية ومدرجاتها زمان أيام الكاسيت أيام النغم أيام الكلمة أيام اللحن أيام جميلة مرت علينا والأيام القادمة أجمل بمشيئة الله سمعة من الزمن الجميل ولكن ما هي جميلة يا سمعة أغرتها الكرة الماضية أغرته الكرة الماضية شافها تناقز قدامه واللعيب يعرف مثل هذه الكرات كيف تغري اللاعب وبالتالي وجود ضربة مرمى لمصلحة نادي العين أسماء هدافين مروا كبار على تاريخ مواجهة الفريقين وكان التاريخ في يوم من الأيام يعتبر أن نادي الإمارات أو نادي الوحدة هو استمرارا لنادي الإمارات فتمت المناقشة مع الزملاء في تلك الأيام لأن الوحدة أسس بعد دمج الإمارات وأبو ظبي وبالتالي تم اعتبار المواجهات المباشرة بينهم في 85 كرة للعين ليحيى يحيى بيحاول يحيى لازال يحتفظ بالكرة لعبها لسعيد جمعة للعين رجعت مرة ثانية ليحيى إبعاد الكرة من أدريان إلى خارج الملعب هي رمي تماس 25 مساهمة تهديفية لسفيان رحيمي خلال 29 مباراة في الدوري سجل 11 و14 تمريرة حاسمة يا سلام يا سلام إن المنظر الذي أمامكم سأعيد وأكرر لسنا إلا في دار الزين في مدينة العين في الطوابق الثلاثة ملعب الطوابق الثلاثة الكرة الماضية لا وجود لخطأ رغم احتجاج الوحداوية ترجع الكرة لبلاسيوس على إيريك في الجهة اليسرى إيريك بيلعبها أمامية باتجاه لاب يا سلام يا سلام يا سلام سلام عيناوي سلام على اللقطات الماضية شوف هذه الكرة لبلاسيوس هذا الأرجنتيني لعبها بذكريات الأرجنتيني ساند اللي في يوم من الأيام توج هدافا للدوري بقميص نادي العين شوف الكرة راحت تهادت خرجت إلى خارج الملعب محاولة عيناوية أيضا مؤثرة أبو عيون زرق لا أبو عيون بنفسجية كرة ملعوبة عالية وأمامية ردة الفعل حتى الآن للوحدة لم تحضر هذه الكرة أيضا احتجاج عيناوي ولا وجود لخطأ الحكم يعطي الاستمرارية في اللقطة الماضية خالد عيسى أكثر من لعب كرات طويلة للعين ترجع الكرة لطحنون استلام ممتاز رجعت لي محاولة المرور من ألن الديربي الكلاسيكو المباراة 72 في تاريخ مواجهات القطبين الكبيرين العين يتفوق تاريخيا العين بفارق 12 مباراة هذه كرة مرتدة للعين الآن لابا كرة لإيريك يا سلام إيريك بيحاول يمر إلى خارج الملعب رمي تماس التاريخ يقول إن العين عنده 111 هدف بينما الوحدة عنده 90 هدف 111 هدف مقابل 90 هدف الآن العين 112 هدف العين سبق وأن انتصر من أصل 71 مباراة 32 مباراة أكثر من النصف أكثر من النصف 32 فوز عيناوي وأنا أتحدث هنا عن مواجهات الفريقين من الدوري من 85 باللاعبين المواطنين ومن ثم من عودة الأجانب ومن ثم تطبيق الاحتراف التاريخ كامل في مواجهاتهم يا سلام يا سلام على يحيى نادر على تمويه خطير العين 32 فوز الوحدة 21 التعادل 16 مرة يعني 33 عفوا فوز عيناوي باعتبار نتيجة الموسم الماضي بدون اعتبار نتيجة الموسم الملغي اللي فاز فيه العين أيضا 2-0 33 مقابل 21 كرة ملعوبة الآن على الجهة اليمنى يارمولينكو تقدم لعبة أمامية باتجاه لابا المتحدث الرسمي المندوب عرضية ولكن محمد الشامسي بيسيطر على الكرة الماضية سيطر عليها الكرة الماضية ضربة عيناوية مباغتة كانت بصناعة لابا بهجمة عيناوية كاملة كانت من البداية 6 مرات أو 7 مرات فاز العين بنتيجة 1-0 على الوحدة فاز 4 مرات منها في مدينة العين أولها
خارج ملعبه في 87 بهدف مصبح خلفان، آخرها بهدف لابا في الموسم الماضي. كرة بترجع ويبقى ماجد العويس وهداف مواجهات الفريقين ب 11 هدف. كرة ملعوبة، ما في هدافين كثار ترى في تاريخهم، حتى الهاتريك ترى مرتين حضر، واخر هاتريك في عام 95، يا ساتر، قبل 27 سنة كان هاتريك سالم جوهر، وقبله هاتريك لأحمد عبد الله، وما في غير هاتين الحالتين في تاريخ مواجهاتهم. هذا يدل على حالة التركيز الكبيرة وحالة التحدي. الهدف له قيمة، قيمة كبيرة. كرة لألان، ألان تقدم بيلعبها، السلام، حلوة التمريرة الماضية، مباركة التمريرة الماضية، قراءة رائعة من أربوليدا إلى خارج الملعب، ضربة ركنية للوحدة نفذت بشكل قصير، مباركة إسماعيل، السلام بيلعبها، لكن يحيى نادر بيخلصها. الاستغراب الفني الحقيقة. الآن وقت مستقطع وفرصة لالتقاط الأنفاس، وقت مستقطع. صلوا على النبي. في مواجهات الفريقين هذه فرصة نفصل لكم المعلومات اللي تعبنا فيها، لازم نعطيكم إياها. في أكتوبر 8 مواجهات، يبتسم لمن هذا الشهر غالبا؟ أكتوبر 86-2-1 للعين، هنا في مدينة العين، عبد الحميد محمد الجناح العيناوي الطائر لسنوات الرائع عبد الحميد، وجمعة السعدي، وبينما الهداف الوحداوي الكبير بدر جاسم من سجل في تلك المباراة. 87 فاز الوحدة على العين. في أبوظبي 2-0 محمد سالم ومطر الحوسني. في أكتوبر من عام 96 تعادل الفريقين 3-3 هنا في مدينة العين، مصبح محمد، سعيد عاشور سجل ثنائية، بدر جاسم وعادل مطر وسعيد خميس. أكتوبر 98 فاز الوحدة هنا، كان أول انتصار للوحدة في مدينة العين في موسم 98-99، وهو أول موسم حقق من خلال الوحدة بطولة الدوري. مصبح محمد وعبيدي بناء سجلوا للعين، والبوري لا، وعبد الرحيم وفايز إسماعيل سجلوا للوحدة في أكتوبر 2000، 1-0 الوحدة في بهدف ديري. 2002 المباراة الشهيرة 5-3 للعين، فهد وزبيت وسلطان ومحمد عمر وعبد الرحيم وفهد وباولو سيرجيو. الله، انتم خلوني اكمل المعلومة، خلوني اكمل المعلومة. اكتوبر 2011 2-2، الموسم اللي رجع العين وفاز فيه ببطولة الدوري، الكمالي والشحي للوحدة وهدف بالخطأ في مرمى الوحدة، واسماعيل احمد سجل في الوقت بدل الضايع. واكتوبر من عام 2013 وهنا الاوفياء، يا اهل الوفا وين هذيلهم. اكتوبر 2013 1-1 استرادة وباستوس، أي أن 8 مواجهات. اسمعني يا الوحداوي، ركز وياي شوي، لا يسمعك العيناوي. في أكتوبر 8 مواجهات، مرتين للعين وثلاث تعادلات وثلاث مرات للوحدة. هذه معلومة للجانب الوحداوي. للجانب الروح العيناوية، ثلاث مرات وقيمة المباراة بينهم في الجولة السادسة، 96-97-3-3، 2001-2002-3-1 للعين. كرة أمامية ولكنها بتعدي. وآخر مرة كانت الموسم الماضي في هذه الجولة وتعادلوا 1-1، يعني أن العين لا يخسر من الوحدة في الجولة السادسة، مرتين تعادل. قال: نحن أبطال الدوري ريبروف، وعلينا أن نشعر بذلك، وسنقاتل من أجل ذلك، وأعشق التحدي، أعشق التحدي. هذا لسان حاله ريبروف وما قاله قبل المباراة. كرة إلى خارج الملعب، رمي التماس، هل تكون مباراة 1-0؟ هل يرضى الوحدة بأن يكون آخر انتصار له يمدد إلى 9 سنة؟ لأنه في 2014 كان آخر فوز للعائد تيغالي، آخر 7 زيارات للوحدة ما كانت زيارات مفرحة أبدا أبدا، آخر 7 سنوات ما كانت مفرحة للوحدة أبدا. 6 انتصارات للعين وتعادل منذ تلك الحالة التي انتصر فيها الوحدة، وهي موسم 2014 هدف تيغالي. كرة ملعوبة الآن، والعين يؤكد على ذلك الآن بالتقدم بهدف. كرة في منتصف الملعب، يعيدها أدريان سيلفا، فارس جمعة، وحالة من عدم التفاهم مع حارس مرمى، هذه تربك الدفاع يا محمد الشامسي. طحنون، يا سلام على تكنيكك، يعجبني كثير، وأجاهر بإعجابي بك يا طحنون. الكرة اللي بين منتع،
هذا بمنتهى الوحدوية يحبونه. ليش؟ اللاعب اللي يلعب من قلب ترى الجماهير تحس. والكرة الآن اللي رفعت بيسيطر عليها، بيحاول يمر، لازالت الكرة قائمة، تغطية ممتازة من يحيى نادر إلى خارج الملعب، ضربة ركنية. هذا جواو بيدرو يأخذ الملعب بقميص بنياس، سجل، كان هدف صاروخي في مرمى خالد عيسى. نفذت الكرة بشكل قصير إلى روبن إلى رفعت سيعيدها لروبن، لا تقدم، عالية، عرضية داخل منطقة الجزاء، الكرة أمام المرمى، يحيى هو من أنقذ الموقف، أنقذ العينوية من عودة الوحدوية. خالد عيسى شالها أول شيء، وبتكنيك عالي من يحيى نادر في اللقطة الماضية، يحيى بويها دافع عن العين، بويها دافع عن الزعيم وشالها بعد ذلك وأصيب وخطأ على جواو بيدرو. والحكم يقول شوف يقول بويهي أدافع عنك يا سعيد، كرة ملعوبة، أو يقول له في وجهي الموضوع يا العيناوية، في وجهي، عندي السالفة. الكرة الماضية كاد الوحدان يعود، والمباراة تقبل كل الاحتمالات. هذا ما يدل عليه القيمة الفنية الكبيرة للفريقين. لا المباراة انتهت بالتقدم العيناوي، ولا الوحدة رفع المنديل واستسلم، فالوحدة قادرة على العودة، والعين قادر على التعزيز. وإن من المنتظرين الدقائق العشر الأخيرة عن نهاية أحداث الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول، دقائق فعلية وأداء قوي ورتم عالي والتحامات وتحدي كبير في أرضية الملعب. العنابي لا يرضى بالتأخر حتى الآن، أداءه يقول ذلك. كرة تصل لفارس جمعة، فارس مع ألم في منتصف الملعب، عالم بيلعبها لأدريان، أدريان أمامية لرفعت، رفعت مع فيليب، لعبها أمامية ولكنها وصلت لخالد عيسى حارس المرمى بيسيطر عليها. العين الموسم الماضي، الموسم الذي حقق من خلاله اللقب بأرقام أيضا قياسية وأرقام كبيرة. وعلى فكرة العين لعب الموسم الماضي 13 مباراة على أرضه وحقق 10 انتصارات، 3 تعادلات، هذا الموسم مباريتين، انتصارين. يعني تقريبا 17 مباراة متتالية لم يهزم العين أي فريق على أرضية ملعبه، ويعود آخر من انتصر على العين في العين هو النصر في إبريل من عام 21. نحن عدينا إبريل 22 ما شاء الله، نحن ندخل 23. لابو بمنتا خلصها اليوم في دكة البدلاء، موجود على الدين زهير في دكة بدلاء نادي الوحدة. واحذروا الأهداف العكسية في 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 هذا الكلاسيكو. جانب الحضور الجماهيري، شكرا لكل من يساهم، شكرا لكل من يتفاعل، شكرا أولا وأخيرا وعاشرا للجماهير، شكرا جماهير العين، الوحدة، جزيرة، الوصل، الشارجة، شباب الأهلي، الكل مشكور. ضربة ركنية تحيون موسم رياضي سيكون تاريخي في كرة الإمارات. ضربة ركنية الآن لمصلحة الزعيم إيار بولينكو على تنفيذ بالقدم اليسرى، عالية، عرضية داخل منطقة الجزاء، علت العرضة بقليل، راحت كرة سفيان، هل كانت من سفيان ولا من لابا؟ أعتقد أنها من لابا، عدت إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. يبدأ الوحدة مشروع هجمة جديدة. اللي يميز بصراحة ديربي العين والوحدة، كلاسيكو العين والوحدة، الاحترام الكبير المتبادل بينهما. العين والوحدة بصراحة في تنافس، في قوة، في رغبة، في تحدي، نعم، لكن ما تشعر بحالة التعصب الأعمى، خلينا نقول التعصب المكروه في كرة القدم، يعني الكره كلمة منبوبة. ما أجمل القلوب المتحابة والمتسامحة. وألاحظ كثيرا الحقيقة حتى في مواقع التواصل الاجتماعي على حالة الاحترام الكبيرة بينهم. العيناوي يتحدى، الوحداوي يرد عليه، ما في أحد يبغي يسلمها للثاني، لن يتنازل أحد، لن يساعد أحد الآخر، هذا شيء خالصين منه. لكن لغة راقية حقيقة بينهما. كرة ملعوبة، ولكم في لقاء المدير التنفيذي خالد الهناي قبل المباراة عبرة بصراحة، يعني يقول
خالد الهنائي لمن فاتح اللقاء عبر شاشة أبو ظبي الرياضية قبل المباراة، يقول أنه التقى بسعادة حمد بن خيرات العامري، وحمد يقول له هذا كأس العالم الظبياني. يا أخي يا أخي، لغة جميلة، لغة جميلة جميلة جميلة. الله يديم الود دائما، لكن ما نرجع للهدوء اللي كنا فيه في المواسم الماضية. هدوء ما نبغي، هدوء في كرة القدم متعب. لابا بالخطأ، رجعت الكرة من برمان، أكثر لاعبي العين أخطاء في منتصف الملعب برمان. ترجع الكرة الآن اللي طحنون الزعابي، طحنون يتقدم يبحث عن فرصة للدخول إلى العمق للتسديد، كرة تصطدم في رفعة آلان، يعيدها مرة ثانية. إننا نصل إلى الدقيقة 40، يا من تتابع ويا من تشاهد معنا وعبر قنوات أبو ظبي الرياضية قمة العين والوحدة في الجولة 6 من دورينا. العين يتقدم بهدف مقابل لا شيء، سجل سفيان رحيمي كما سجل في الموسم الماضي نفس اللاعب الهدف الذي تقدم من خلاله العين على الوحدة. كرة ترجع مرة ثانية، تصل لطحنون، عالية عرضية ممتازة ممتازة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. إلى خارج الملعب، رمي التماس لمصلحة فريق نادي العين، نفذت دقائق الأخيرة. كيف يسير العين هذه الدقائق المتبقية من عمر المباراة بأن يكون متقدما وأن لا يسجل في مرمى هدف، وكيف يحاول الوحدة أن يستغل ما مضى في هذه اللحظات. إلى خارج الملعب أو إلى الجهة اليسرى لفارس جمعة، إلى روبن فيليب، ألان على الجهة اليسرى، كرة لطحنون عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء، تصل أقرب لخالد عيسى، أقرب لخالد عيسى اللي لعبها عالية ومامية. لابا محطة الاستلام، لابا يحاول أن يهرب، يا سلام يا سلام يا سلام، إلى خارج الملعب رمي التماس، إلى خارج الملعب رمي التماس. جانب من الحضور، بما أن النتيجة بهذه الطريقة وفارق الهدف سيكون الترقب سيد الموقف. الوحداوي أمل العودة للمباراة موجود، والعين أمل الاستمرارية بالنتيجة مستمر، وبالتالي تبقى كل الاحتمالات. مباراة تعلقك حتى لحظاتها الأخيرة. كرة إلى خارج الملعب أو إلى الجهة اليسرى، رفعت بيلعبها ممتازة لأصحاب السعادة، لروبن بيلعبها، يا سلام، عادوا للقمة، يتجدد في البيت العنابي. حط أدريان وأعاد العنابي للمباراة 1-1. يا سلام يا عنابي، يا سلام على هذه الفرحة وعلى هذه اللقطات وعلى متعة السنين وعلى الغارة الوحدوية من الجهة اليسرى. والعنابي يا عيني يا ربن، يا عيني يا ربن، صنعها صناعة محترفة للغاية لأدريان اللي أيضا باليسرى أعادها ليعلن عن
عودة أصحاب السعادة للمباراة. 1-1 يا سلام يا سلام يا سلام، هذه الكرة والتي يعود من خلالها أصحاب السعادة للمباراة كلها من بدايتها على بعضها بجمهورها. حلوة 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 وحداوية يا سلام. العنابي لقد وصل إلى وجهته وعاد إلى المباراة، والآن 1-1 قبل نهاية شوط المباراة الأول. صوت الجمهور الوحداوي الآن يا يحسسك بمدى عودة الوحدة للمباراة. كرة تتخلص، روبن فيليب عنصر مهم جدا في صناعة اللعب للوحدة في الجهة اليسرى. سمعة استلام، حلو سمعة مشاها الكرة الآن على نفس الجهة. العنابي يهاجم جهة رفعت ورجعت روبن، الله عليك يا روبن، روبن بيلعبها، يا سلام. الجنون، الكبرياء، الإعجاز، وحداوي. الله 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 الله، ماذا فعلتم؟ شو سويتم؟ كيف غيرتوا؟ شو سويتوا؟ الله عليكم لأصحاب السعادة، لفخر صناعتي الكروية المتعة. الله 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 الله، الوحدة يا الوحدة يا عنابي يا أصحاب السعادة، ما هذا؟ احذر الالتفاتة، التفاتة الغزال والأسد، حدثت الالتفاتة، فانقض العنابي على المباراة في دقيقة وحداوية حريقة. يا هذا الوحدة أيام 2010، هذا الوحدة أيام العالمية، هذا الوحدة أيام بطولة الدوري. الوحداوي قلبه قوي، قلبه قوي، فريقه قوي، الوحدة يقلب النتيجة على العين في ظرف دقيقة، في ظرف دقيقة. روبن يا روبن، روبن يا روبن، انت روبن هود الوحداوية، انت من يقدم المساعدات للوحداوية. الوحدة يقلب النتيجة على العين في لمح البصر، في لمحة العين. أصحاب السعادة يتقدمون الآن بهدفين، والثاني بضربة جوية، ضربة بيدرو حطها في المرمى بصناعة روبن. أصحاب السعادة يتفوقون الآن بهدفين. الشوط الأول لسه ما انتهى. كرة ترجع لسفيان رحيمي، بيحاول تغطية موجودة إلى خارج الملعب، رمي تراس على نهاية أحداث شوط المباراة الأول. حضر الجنون الكبير في الكلاسيكو الكبير في قمة البنفسج والعنابي، ضربة أولى كانت للزعيم في كل مكان. مرة أخرى العودة لاستاد هزاع بن زايد وقمة العين والوحدة التي انتهى شوطها الأول بلحظات مجنونة للغاية لا تحدث إلا في قمم كهذه، حيث قلبها الوحدة في ظرف 120 ثانية ما بين الهدف الأول والثاني. قبل ذلك كان العين وقد تقدم في المباراة عن طريق سفيان رحيمي. العين الآن يبدأ بنفس التشكيل، الوحدة بنفس التشكيل، سنستعرض أسماء الفريقين. الكرة لسفيان رحيمي، فاول وخطأ لمصلحته. العين بنفس التشكيل، بخالد عيسى، سعيد جمعة، دانيلو، أربوليدا، إكوامي وإريك، ووسط الملعب يحيى نادر، أحمد برمان، وبلاسيوس، ويارمولينكو، سفيان رحيمي، ولاباكوجو. الوحدة المتقدم بمحمد الشامسي بحراسة المرمى، محمد برغش، فارس جمعة، بمنتا، وروبن فيليب في خط الدفاع، وألن وأدريان وطحنون الزعابي وإسماعيل مطر وأحمد رفعت في وسط الملعب بمختلف المهام، وإجواو بيدرو كمهام. روبن فيليب صنع هدفين في شوط المباراة الأول، والآن ضربة حرة مباشرة للعين مع بداية وانطلاقة شوط المباراة الثاني. كامل التوفيق إن شاء الله للفريقين وللأحبة الذين يتابعوننا ويشاهدوننا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية بمختلف منصاتها. ضربة حرة مباشرة للعين مع بداية شوط المباراة الثاني. كرة ملعوبة عالية وعرضية، بيسيطر عليها محمد الشامسي حارس مرمى فريق نادي الوحدة الذي تلقى 17 هدف، بالهدف الذي سجل
في مرماه في الشوط الأول من العين. الكرة الآن ملعوبة تصل لرفعت، أحمد رفعت بيحاول يتقدم، المصري بيلعبها ممتازة لكن الكرة تخلص من سعيد جمعة، الأخطاء في نفسي هذا المكان، روبن أيضا، روبن أيضا، روبن أيضا، روبن المجنون، روبن الفنان، روبن اللعيب، روبن اللي يدوخ دفاع العين، روبن يسجل الآن بخطأ عيناوي في مرمى. ماذا تفعل؟ أسست في كلاسيكو كرة الإمارات، أنت أول من يفعلها يا روبن. 3 أسست، 3 صناعات مباشرة إلى المرمى، العنابي 3، الوحدة يتقدم بالثالث في الليلة العنابية الكبرى حتى الآن في مدينة العين. برمان واستمرار الأخطاء، هذه المرة وضعها في مرمى. لكن روبن يا جماعة شوفوا الـ3 عرضيات اللي لعبها، الـ3 مختلفات، الأولى ردها الوراء، الثانية عالية وعرضية، الثالثة أمامية. ماذا تفعل يا روبن؟ روبن يا روبن، روبن هود الوحداوية، روبن يا روبن يعلن عن تقدم أصحاب السعادة بالهدف الثالث. الآن ليقترب الوحدة من حصد الانتصار السابع في تاريخ مواجهاته مع العين في العين. العين مشتت ذهنيا الآن، على مدرب أن يتدخل، الوحدة في حالة تركيز، عليه أن يستغل الأوضاع. إن من المنتظرين من يعتقد أنها انتهت فإنه لا يعرف مباريات العين الوحدة. كرة ليارموليكو، يارموليكو يتقدم بلعبة عرضية أمام المرمى، بيخلصها فارس جمعة، هل أصبحت بعيدة عن العين أم أن المباراة لازالت في أرضية الملعب؟ الوحدة يقلب النتيجة 3-1، وأول لاعب في تاريخ الكلاسيكو في 72 مباراة يصنع 3 أهداف في مباراة. إذا الهاتريك ما حضر إلا مرتين، أحمد عبد الله وسالم جوهر. كيف 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 كرة الآن لسفيان، راية وتسلل. خلونا نتذكر أو نشاهد الآن احتياط العين، من الأسماء ممكن أن تصنع الفارق؟ المهدي مبارك، بندر الأحبابي، جوناتاس، خالد البلوشي، سلطان الشامسي، فلاح وليد، كايو، ومحمد بوسندو، محمد شاكر. احتياطي الوحدة أحمد راشد، خليل إبراهيم، راشد علي، تيقالي، عبد الله حمد، علاء الدين زهير، وبيتزي، ومحمد علي، ووليد حسين. أبرز اسم في العين ممكن يشارك المهدي في منتصف الملعب، وكايو كمهاجم ثالث. لكن الجهة اللي سجل منها الوحدة 3 أهداف جهة يارموليكو وسعيد جمعة، واضحة يا روبرت، واضحة الجهة. والآن مدى تأثر أحمد برمان بالهدف الذي سجله في مرماه ودخوله إلى أجواء المباراة مرة أخرى. أكثر شيء يحتاجه العين الآن أن يسجل هدف ثاني، سيجعل المباراة على صفيح ساخن. يارموليكو تحت الضغط، يا سلام مشاها سعيد جمعة، سعيد بيحاول كرة إلى خارج الملعب، رمي تمس على العين، على العين. الآن حالة توتر للاعبي العين بالتراجع، العين أقوى دفاع في الدوري اللي استقبل 3 أهداف طيلة الـ5 مباريات، يستقبل 3 أهداف في هذه المباراة. الوحدة الآن يصل لـ 14 هدف، العين يصل لـ 15 هدف. أريد ظروف وكيفية يعني خيمينيز، لا بداية أجمل من هكذا ستكون، لن تكون أجمل من هكذا. 4-0 على النصر، والآن على العين 3-1. رمي التماس احتسبت للوحدة، يصل الوحدة ل 93 هدف في تاريخ مواجهاتها مع العين مقابل 112 هدف للعين. سعيد أو كوامي بيلعبها عالية وأمامية، ترجع الكرة في منتصف الملعب، سعيد جمعة ليارموليكو، فاول وخطأ لمصلحته. كيفية العودة للمباراة السؤال الأهم، كيف يعود العين؟ جمهور الوحدة يهتف بقوة. 3-1، 3-1 بعد برود 50 دقيقة. كرة ملعوبة عالية عرضية، محمد الشامسي بيخلصها إلى خارج الملعب، ضربة ركنية. الديربي والكلاسيكو عادة ما يلعب على الجزئيات، على النفسيات البسيطة، على المعنويات. ضربة ركنية الآن لمصلحة العين، هل يرضى العين بالخسارة الأولى على ملعبه بعد 17 مباراة متتالية منذ أبريل من السنة الماضية؟ العين لم يخسر على ملعبه. عرضية داخل منطقة الجزاء، الكرة بتتخلص،
ترجع مرة ثانية لأحمد رفعت بيخلصها حالة عالية جدا للاعبي الوحدة. كرة بتتخلص هذه لخارج الملعب رمي تماس 3-1. ولكن ما فعله روبن هذا اللاعب الذي أمامكم في مباراة الليلة شيء يعتبر من ضمن الأمور النادرة جدا في عرف هذا الكلاسيكو. كم من الأسماء التي مرت على الكلاسيكو، كم من النجوم، كم من المواهب. كرة أمامية باتجاه جواو بيدرو، جواو بحال حصلها بالفعل، لكن أربوليدا بيغطي والكرة إلى خارج الملعب. قتالية عالية، النتيجة تلعب دور. شوف 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 القتالية هنا من بيدرو، شوف بعد ذلك القتالية، ما خلاها ضربة مرمى، خلاها رمية تماس كي يضغط على لعيبة العين ويسترجعها الوحداوية. الآن الكرة ترجع مرة أخرى لبيمنتا. الوحدة يسجل أسوأ انطلاقة في تاريخه في الاحتراف وما قبل الاحتراف، وتتغير الأمور الآن رأسا على عقب. ما مر على الوحدة تاريخيا أن تمضي الثلاث جولات الأولى دون أن ينتصر. بعد ذلك 4 على البطايح، 4 على النصر، 3 على العين. إيريك الآن يتقدم، إيريك الكرة الماضية كان يطالب من خلالها إيريك بخطأ، كان يطالب بخطأ في اللقطة الماضية. نتابع ونشاهد هل هناك شيء، الكرة بينه وبين بنمنتا، هل تدخل ضمن الاعتراضات الطبيعية، الالتحامات الطبيعية؟ إن شاء الله المباراة تمر بشكل ممتاز، لا يظلم فريق ولا تكون هناك أخطاء مؤثرة، وتكون الأمور في أفضل حالاتها. هذا حكم مباراة السيد آرتر سواريز، حكم طبعا في يوم من الأيام هددوه بالقتل في مباراة بورتو في الدوري البرتغالي، وباكوس اقتحم الملعب مجموعة من مشجعي بورتو وما خلوا كلمة وما قالوها، وهددوه هو وعائلته بالقتل. عندما تصل كرة القدم إلى أقبح صورة لها، ترجع الكرة مرة ثانية لإكوامي. إكوامي يعيدها بالخلف، عالية وأمامية من إكوامي باتجاه يارمولينكو. استلام بطء كبير ليارمولينكو، لا هو اللي يساند دفاعيا ولا هو اللي يصنع، لكن مع ذلك يعني إصرار كبير من قبل مدرب العين على إبقائه وعلى شراكة في كل المباريات. ستشاهد الكثير من الأخطاء اللي شرحوها الزملاء. خلص الكرة، ترجع لبلاسيوس في منتصف الملعب. كرة الآن لبرمان، برمان إلى سفيان رحيمي، إلى العين، سفيان بمار. تدخل قوي من بنمنتا على سفيان رحيمي، فاول خطأ وضربة حرة مباشرة لمصلحة العين. تذكر أيها المتابع أيها المشاهد أنك أمام قمة العين والوحدة. في الشوط الأول كان العين يعطينا انطباع بأنه هو سائر بالمباراة، فجأة الوحدة قلب المباراة. الآن الأمور بيد العنابي، فهل يستسلم الزعيم؟ إنا من المنتظرين. استمري أيتها القمة، استمري بكل ما فيك. فاول خطأ، حسن حظ بالمنت أن قدمه لم تلامس. ضربة حرة مباشرة لمصلحة فريق نادي العين، ضربة حرة مباشرة. يارمولينكو وبلاسيوس على تنفيذ الضربة الحرة المباشرة. يتذكر السوبر بينهم في مصر لما تقدم الوحدة 3-0 وعاد العين في الشوط الثاني. بلاسيوس عالية عرضية، الكرة من كوامي بتعدي إلى خارج الملعب ضربة مرمى. كان السوبر الأشهر بينهم. العينوية في حالة صدمة كبيرة جدا، خصوصا أن فريقهم تقدم، استقرار الفني لديهم أكثر، الدعم الجماهيري الكبير. النظرات أين ستؤول هذه القمة، أين ستنتهي هذه القمة؟ 10 دقائق تمضي مطلع شوط المباراة الثاني. كرة تتخلص تصل لإيريك، يحيى نادر، بلاسيوس، إيريك إلى أربوليدا من كوامي. العين يحاول صناعة اللعب الآن في منتصف الملعب. يارمولينكو عالية وأمامية باتجاه سفيان، بيلعبها الله. هذا هدف زعماء، هدف زعماء.
كيف لك أن تكون زعيما وتستسلم هكذا لسان حاله يقول شو 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 سفيان ثنائية في مباراة الليلة. الهدف سليم خذها على صدره وداها في مرمى محمد الشامسي المتقدم عن مرمى. الزعيم يسجل الثاني في ليلة تاريخية في الكلاسيكو رقم 72. يا سفيان يا قاسي جد المرمى الوحداوي قاسي حطها في المرمى 3-2. المباراة ما أبغي أكرر كلامي، لكن اللي يعتقد وما يعرف مبارياتهم تراها ما تنتهي إلا بعد ما يصفر الحكم ثلاث مرات. طحنون الزعابي طحنون بيسدد وخالد عيسى يسيطر عليها. التحية لكل من يتابعنا في أرجاء الوطن العربي الكبير. إننا في قمة إماراتية كبرى بين العين والوحدة على ملعب الخمس نجوم على استاد هزاع بن زايد من مدينة العين إلى خارج الملعب رمي التماس. العين ينتفض الآن 3-2. والله يا هي مباراة تاريخية. يارمولينكو اللي صنع الهدف كرة الآن ليارمولينكو بيلعبها. يا سلام لسعيد، عرضية، الكرة تتخلص بتعود تبعد الآن من قبل ألن، بتعود مرة ثانية في منتصف الملعب. بيدرو بيحاول ترجع للعين. يحيى نادر يعيدها بالخلف. القمة تستمر، استمروا معنا. قو قلبك وتابع. ما بقول مثل زملائي، إن كنت لا تستحمل ولديك لا، أنا أقول لك الله يحفظكم جميعا. وقو قلبك وتابع، استمتع. كرة قدم بدون هالإثارة ما تسوى. للعين سفيان اصطدمت في لابة وذهبت إلى ضربة مرمى. قبل ذلك وجود راية وتسلم. زملائي المعلقين أذكرهم يعني يقول أصحاب الأمراض القلب، الله يشافيكم جميعا ولا يبلي أحد يا رب. لا تتابع الدقائق القادمة فإن عصيبة. لا، أنا أقول لك قو قلبك يا أخي، قو قلبك وتابع المباراة، استمتع. لو ما تكون كرة القدم بهذه الأجواء، مو كرة قدم، تكون تسلية، نشاط، فسحة. العين والوحدة يلعبون. لا أقول لك لا تابع لا يفوتك. برمان بيلعبها إلى إيريك على الجهة اليسرى. الكرة الآن لإيريك، يتقدم إلى سفيان رحيمي، عالية، عرضية، الكرة، الله! كان ممكن أن يعود الزعيم في هذه اللحظة. رجعت الكرة مرة ثانية وهناك فاول وخطأ لمصلحة أحمد رفعت. صلوا على رسول الله، صلوا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. الله عليها. قمة. إذا الموسم تاريخي، العين والوحدة تكون أم التاريخ، أبو التاريخ. إذا الموسم كبير، هم يكونون موجودين، هم يحيونه مرة ثانية، يعيدون الله 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 الله. الأمة العينوية الآن تحرك استاد هزاع عن بكرة أبيع. عالية وأمامية، ترجع الكرة في منتصف الملعب. المدربين ما غيروا، كأنهم راضين. الكرة تصل الآن لطحنون الزعابي. طحنون بيلعبها بالكعب، الكرة تتخلص إلى خارج الملعب. القمة فيها أوفياء زعماء، فيها عنابي متقدم وبنفسجي يريد العودة. هم يبون ينزلون الملعب، يبون يلعبون. كرة ملعوبة باتجاه اسماعيل، تصل الآن ليحيى نادر، البحث عن كرة مرتدة. يحيى بيلعبها باتجاه لابا، لكن بمنطقة قراءة ممتازة، لعبها حلوة. الآن فيها كرة ممكن يضرب من خلال دفاع العين مجددا، بالذات من نفس الجهة، يارمولينكو وسعيد جمعة. نرجع الكرة الآن لفارس روبن. والله شو ما انتهت النتيجة يا روبن، أنا أعطيك الجائزة من الآن. أنا ما عندي جوائز، لكن أعطيك الجائزة من الآن. 3 assists وكل assist مختلف عن الثاني. لا يا رجل. محمد الشامسي
يتحمل جزء كبير من الهدف الثاني. كرة ترجع يحيى نادر، أمامية أقرب لمحمد الشامسي حارس مرمى الوحدة. لحظات الهدوء، الهدوء الذي يسبق العواصف. أمامية تصل الآن على الجهة اليسرى إلى رفعت، رفعت بيلعبها، تتخلص إلى خارج الملعب، أبعدها يحيى نادر. الأخطاء كثيرة في مباراة اليوم، بيتزي وبندر الأحبابي، سحب سعيد جمعة وأيضا كايو العين، ثلاث تبديلات في نفس الموقف. القمة تستمر أيها الأحبة الكرام. سعيد جمعة يترك أرضية الملعب، حالة من عدم الرضا لسعيد، لكن الثلاث أهداف من هذه الجهة، لكن ليست بالضرورة أن يتحملها، أتكلم على منظومة. كايو أيضا سيشارك، برمان أيضا يخرج يترك أرضية الملعب، يبدو أن يارمولينكو سيذهب إلى عمق منتصف الملعب، وكايو سيذهب الجهة اليمنى. هذا الشيء البديهي، بيتزي مكان من؟ بيتزي مكان من؟ ما شفنا بيتزي الوحدة دخل مكان من؟ المكان طحنو؟ بنكتشف الموضوع سريعا. ألان موجود وأدريان موجود وبيتزي موجود وإسماعيل موجود. يمكن طحنون. فارس جمعة بيحاول، فارس لعب كل ديربيات أبو ظبي. لعب العين والوحدة ولعب العين والجزيرة ولعب العين وبنياس ولعب العين والظفرة. ولعب الجزيرة ضد العين وضد الظفرة وضد الوحدة وضد بنياس. ومع الوحدة لعب كل الديربيات اللي ذكرناها. لاعب من اللاعبين الرئيسيين في ديربيات العاصمة أبو ظبي. خالد عيسى بيلعب أمامية باتجاه سفيان. لا أنا أعتقد أن على التوزيع الآن في أرضية الملعب الشاهد أن مدرب فريق نادي العين يبقي يارمولينكو في الجهة اليمنى وكايو كصانع ألعاب خلف المهاجمين. طحنون الزهابي احتفاظ مبالغ فيه طحنون في اللقطة الماضية، كسب خطأ. 3-2 أول انتصار للوحدة في العين كان بهذه النتيجة. 3-2 كان في أكتوبر من عام 98 نفس الشهر اللي الوحدة فاز فيه ببطولة الدوري لأول مرة. كرة أمامية، اختراق لروبن، روبن يا سلام، روبن اللعيب الله ما يوقفونه، لا سعيد ولا بندر يرومون له، يخترق دفاعات العين بسهولة بالغة. روبن ما هذا، ما هذه الموهبة التي يقدمها الوحدة، ما شاء الله ما شاء الله. هو متألق أساسا حتى من الموسم الماضي روبن. هذه صفقات تفرحك، لاعب صغير في السن من فئة اللاعبين المؤهلين تستفيد منه بشكل كبير جدا. هو وإيريك ولوان بريرا الشارجة، في أسماء بصراحة تصفق لنديتنا عليها وفي أسماء ما لها داعي. جيسوس شباب الأهلي، كرة لبندر، صرف غير سليم. لا زالت المتابعة مستمرة ونحن نصل إلى الدقائق 25 الأخيرة. الوحدة حتى الآن هو المتقدم 3-2. هل انتهت؟ بطبيعة الحال لا، بطبيعة حال التاريخ لا. الكرة أمامية، بتزي اللعيب، بتزي مشاها، حلوة الإجواء ولكن خلصها أربوليدا. أربوليدا، جماهير الوحدة كانوا يبغونها تستمر أطول فترة. 3-1 كانت أريح وأهدى ومع مرور الوقت يقترب الانتصار. الآن 3-2 تعوض في أي لحظة. فاول وخطأ لمصلحة إيريك ضد طحنون الزعابي في اللقطة الماضية. انفراد 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 حقيقي، لكن لابا ما عود العينوي الا كلما يضيع
يعوض. ضربة ركنية لمصلحة العين، يرمولينكو على التنفيذ، عالية عرضية على القائم الأول، تتخلص من جواو بيدرو. إسماعيل مطر يقود كرة مرتدة الآن، إسماعيل بيلعبها لكن الكرة تتخلص، بندر الأحبابي ليارمولينكو، يارمولينكو بيحاول يسوي حركة، تبغي لها خفة هذه يا يارمولينكو. ما شاء الله أنت أمتن عني، وين؟ تبغي لها خفة، تبغي لها رشاقة. كرة تصل الآن لبلاسيوس العين، بلاسيوس إلى إريك، إلى خارج الملعب، رمي التماس لمصلحة العين. المتبقي هو الربع الأخير من المباراة، ثلاث أرباع المباراة راح، والمتبقي الربع الأخير اللي فيه الخلاصة، خلاصة المباراة في آخر 22 دقيقة ونصف، الربع الأخير. بندر الأحبابي يتقدم، يمر يارمولينكو أمامية، وراك يتخلص من فارس، يارمولينكو باتجاه إريك، بمنتا بيخلصها، إسماعيل بيتزي يسقط في اللقطة الماضية، وفاول وخطأ لمصلحته، خطأ لمصلحته. هذه الكرة اللي بالخطأ كانت من أدريان وكاد أن يخطفها، يعني هذه تكررت في مباريات القمم، شفناها في مباراة الجزيرة والشارجة، كان في خطأ نفسه، لكن تصرف مبخوت كان أفضل من تصرف لابا في اللقطة، تردد فيها وتغطية كانت ممتازة من المدافعين اللي لاحقوا، وأيضا محمد الشامسي أغلق المساحات تقريبا على لابا. كرة تصل الآن إلى أدريان، فارس جمعة، فارس بيحاول يتقدم، يارمولينكو بيخلصها، فارس ترك المنطقة الدفاعية الآن في ظل نتيجة 3-2، هذا شيء يحسب عليه بصراحة، عودته تستدعي وقت كبير، 33 سنة فارس جمعة. أربوليدا هذه مشت للعين وشكلها، كرة لإريك، إريك يتقدم، إريك في مشي، الكرة ليحيى، يحيى ليارمولينكو، معه بندر، يارمولينكو عرضية بمنتا بيخلصها، ترجع الكرة لبلاسيوس، بلاسيوس إلى إريك، إريك في كل مكان، أنا هاني في اللقطة الماضية، حاول إنه هو يمر، ترجع الكرة، ترجع للعين، كرة أمام المرمى، إريك بيجرب لابا، الله، أوقفت قلوب العيناوية، أوقفت قلوب العيناوية، يا شوف 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 شوف، أوقفت قلوب العينوية ليش؟ لأن كانت الكرة تتهادى أمام المرمى الوحدة، وكل واحد كان يبغي يبشر الثاني من العينوية بالهدف العينوي، لكنها راحت كرة لابا إلى خارج الملعب ضربة مرمى. أحمد رفعت طبعا اللي ترك أرضية الملعب، والمشاركة من بيتزي. مباراة أنا أقول لسه فيها هدف أو هدفين. ترجع مرة ثانية، نقل تلفزيوني مميز، لقطة علوية، أرقام وتقنية تقدم في قمة العين والوحدة، أيضا بتغطية كبيرة من قنوات أبوظبي الرياضية. أستاذ يعقوب السادي وفر كل شيء مع فريق العمل والزميل العزيز عمران محمد على كل شيء، استديو إماراتي أو استديو عربي واستديو إنجليزي كامل، بمذيع بمعلق بمحلل. إدياكي هناك، لقيت إدياكي قبل المباراة، قلت له عطني توقع، اعطاني توقع بس قال لي الله يخليك لا تقول، بقول في نهاية المباراة ولا ما بقول. كرة سيطر عليها محمد الشامس، ريال المغني، قال لي لا تقول التوقع. كرة تصل لمحمد الشامسي، آخر 20 دقيقة، خليل يظهر في الصورة، عبد الله حمد نزوله سيصعب على العين اختراق وسط الملعب. كرة بتعود مرة ثانية، بندر الأحبابي، بمنتا يعيدها لخالد عيسى. القمة تتواصل والتحدي مستمر، وإن من المنتظرين كرة أمامية باتجاه يحيى نادر بالخطأ، أوه اختراق وحداوي الآن، تصل لجواو بيدرو، جواو يحاول يمر من كوامي، كرة إلى خارج الملعب، هو وسط العين ويكون نقطة قوته الرئيسية، وتكلم على الثلاثي بلاسيوس يحيى برمان اللي ترك أرضية الملعب طبعا. فاول وخطأ لمصلحة العين،
المباراة لا زالت في أرضية الملعب، ننتظر نتابع نشاهد نترقب. كرة أمامية باتجاه أكايو بيمور إلى خارج الملعب، رمي التماس إسماعيل مطر يترك أرضية الملعب، وعبد الله حمد الآن يشارك. تبديل منطقي جدا، دقائق القادمة تحتاج إلى جهد بالنسبة للوحدة. عبد الله يعطيك نشاط أكبر، الوحدة يحتاج إلى تعزيز وسط الملعب من بعض الاختراقات. عبد الله حمد يعطيك أكثر من إسماعيل، بينما الوضعية ستكون مختلفة إذا كان الوحدة متأخر. ممكن تقول لا خلي إسماعيل ممكن يصنع لك، الآن أنت تحتاج أن تدافع أكثر. هذا عبد الله أكثر لاعب يعني لديه افتكاكات لفريق نادي الوحدة، افتك 16 كرة. كرة ملعوبة الآن لأربوليدا. أعيد وأكرر شكري الحقيقة لكل من يتابعنا عبر شاشة أبو ظبي الرياضية. هذه الكرة أمامية بتتخلص في أرجاء الوطن العربي وفي العالم، وعبر أيضا حتى تطبيق قنوات أبو ظبي الرياضية. شكرا حقيقة لكل من يتابعنا، من يتواصل معنا، من يشاهد هذه التغطية المستمرة عبر قنوات أبو ظبي الرياضية. أيضا أذكركم غدا إن شاء الله أن هناك قمة كبيرة بين الشارجة والوصل، قمة منتظرة ومسك الختام لهذه الجولة. وأيضا أذكركم بأن مدينة العين واستاد هزاع بن زايد سيستضيف مباراة نهائي كأس رئيس الدولة بين الشارقة والوحدة إن شاء الله يوم 21 من هذا الشهر، وبعدها السوبر المصري، لتكون العين هي المدينة التي تأسر العين وتترقبها العين في أحداث الرياضية في شهر أكتوبر الجاري. متابعة لموسم رياضي مختلف. على فكرة هدف أحمد برمان، راح أعطيكم معلومة، هذا أول هدف بالخطأ للاعب عيناوي في الكلاسيكو منذ أن أقيمت المباراة الأولى. أنا ما أتكلم في عهد الاحتراف، أتكلم بشكل عام. هناك أربع أهداف عكسية في تاريخ الكلاسيكو، والأربع أهداف كانت من الوحداوية في مرماهم. هدف عمر علي، وهدف دا سيلفا، وهدف حمدان الكمالي، وهدف الرفاعي. هذه الأربعة أهداف السابقة العكسية اللي بالخطأ. اليوم برمان لأول مرة يسجل هدف بالخطأ في مرمى العين، وبالتالي يصبح في تاريخ الكلاسيكو خمس أهداف عكسية. هذا هو الهدف العكسي اللي أتكلم عنه، خمس أهداف بشكل عكسي، بخطأ عكسي. تاريخيا لم تحدث أن لاعب عيناوي يسجل في مرمى، حدث ذلك أربع مرات من لعيبة الوحدة في تاريخ الكلاسيكو في أكثر من 71 مواجهة سابقة. في المواجهة رقم 72 سجل أول عيناوي في مرماه وهو أحمد برمان. شوف هذه الكرة اللي من خلال العين تقدم بالهدف الأول، يا سلام على كعب، يا سلام على متابعة، وتقدم العين وأعطى انطباعا بأنه قادم للقمة بقوة. وشوف سفيان رحيمي قراءة ممتازة وخروج يحسب على محمد الشامسي بصراحة. هو كثير الخروج أحيانا تحسب لك وأحيانا تحسب عليك، فخروجك بهذه الطريقة جعل المباراة الآن بفارق الهدف، والكل يعلم أن فارق الهدف يعوض في أي لحظة من المباراة. هل يستطيع العين العودة أم يحافظ الوحدة على المباراة؟ ننتظر. المباراة تشهد خمسة أهداف حتى الآن. هل يقدم ريبيروف ما قدمه في الموسم الماضي؟ مع التذكير بأن بداية العين ما كانت بالبداية المثالية من ناحية المستوى في الموسم الماضي، لو يتذكر العيناوي ما أقوله. إلى خارج الملعب، قلنا أكتوبر يبتسم. خالد البلوشي الآن يشارك، كرة ترجع لحارس المرمى محمد الشامسي، عالية وأمامية، كوامي كنترول ممتاز، إيريك يسيطر عليها، يعيد لخالد إلى أربوليدا. أربوليدا حلوة من كايو إلى بندر، يتقدم بندر، يحاول بلعبة عرضية، كرة إلى لابا، إلى ضربة ركنية للعين. ضربة مرمى أم ضربة ركنية؟
ضربة مرمى يشير إليها حكم المباراة. ممكن هناك تسلل في اللقطة الماضية، بما أن المخرج جاب لنا من هذه اللقطة ممكن أن الحكم احتسب تسلل. عيون من عيون المنظر الجميل والمدرجات المكتظة والحدث الكبير في دورينا حتى الآن، قمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. أهداف 5 في المباراة. أرابيروف قال نحن الأبطال ونقبل التحدي. حتى الآن أنت تخسر التحدي يا أرابيروف، ولكن المباراة لا زالت في أرضية الملعب، وعلمتنا القمم السابقة أن هذه المباريات لا يمكن التكهن بنهايتها. أمامية باتجاه لابا، لابا تركها لبندر، بندر إلى لابا، لابا إلى داخل منطقة الجزاء بيحاول، وهناك خطأ يشير إلى حكم المباراة ضد لابا في اللقطة الماضية. بعيدا عن نتيجة المباراة وما ستنتهي عليه المباراة، العين في مشكلة حقيقية في منتصف الملعب. هل هي مشكلة لاعبين أم مشكلة تنظيم أم مشكلة تجانس؟ وستلاحظ ذلك من خلال مباريات العين هذا الموسم، تبديلات في هذا المركز الكل شارك تقريبا، وهذا يدل على عدم قناعة المدرب. الثلاثة اللي في النص إذا تحسن وضعهم فالعين يملك بقية المقومات من أظهرة، من هجوم، من صناع، من حراسة مرمى، ولكن إذا استمرت المشكلة فالعين كما حدث اليوم يدفع ضريبة كبيرة جدا، وكما حدث في مباراة الجزيرة في الخسارة والآن خسارة ثانية من أصل 5 جولات. إذا العين الموسم الماضي 26 مباراة خسر مباراة واحدة فقط، تتكلم اليوم عن 6 جولات يخسر مباريتين. كرة ملعوبة تصل لروبن، روبن بيحاول يمر، بندر الحبابي بيخلصها إلى ضربة مرمى، إلى ضربة أول حالة تفوق للدفاع العيناوي على لاعبي أو اللاعب روبن فيليب في اللقطة الماضية. مدينة العين تشهد المباراة رقم 37. العين سابقا فاز في 25، التعادل حضر 5 مرات، الوحدة فاز 6 مرات، وهذه حتى الآن السابعة. لابا تحت المدافعين وتحت الضغط ويحتاج إلى إسناد في بعض اللقطات. آخر 10 دقائق من عمر هذه القمة وعمر هذه المباراة. فارس جمعة سلامات إن شاء الله، يعود إن شاء الله مشافى معافى، مجهود بدني كبير بذل. يبقى سعيد الكثير اللاعب الوحيد اللي سجل للفريقين بتاريخ الكلاسيكو، سجل للوحدة في 2012 في مرمى العين، وسجل للعين في مرمى الوحدة في 2016. حتى الآن السعادة لأهلها، لكن شوف أن تكون عندك مدرجات بملعب بهذه الجودة بهذه الإمكانيات. الله 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 الله، هذا المنظر اللي أمامنا هو في ملاعبنا، هو في دورينا. من يرى المواسم الماضية لن يصدق ذلك. لو قلنا له موسم 23 راح يكون هكذا يقول مستحيل. لا والله لا والله. حتى أنا ودي أوصل رسالة، أن البعض كان يردد أنه يقول الجيل الحالي لا يحب كرة القدم، مش مثل الجيل السابق مرتبط بكرة القدم. عيال هذيل من وين جاءوا؟ ومعظمهم معدل أعمار منخفض، من وين جاء؟ لا، الإماراتي رياضته الأولى كرة القدم، يحب كرة القدم، لكن كانت المسابقة والتنظيم وأمور كثيرة جدا ما تجعله يحضر، لأنه هو مشجع أو مشاهد مثقف، يتابع الدوريات العالمية، يتابع الأحداث الكبرى، ونشاهد أن الجماهير الإماراتية متواجدة في معظم الأحداث العالمية. فدورينا أولى، ارتفاع المستوى، التنظيم، التسهيلات. لابا أو كايو بيحاول، كرة ترجع مرة ثانية. دقائق الماضية فيها توقفات كثيرة، ترجع الكرة الآن. أربوليدا ليحيى نادر، فاول وخطأ لمصلحته.
شاء الله ما شاء الله ما شاء الله في هذا العمر تكون من أهم لاعبي الوحدة. أنت بالتأكيد موهبة تستحق الاعتناء. أمامية بيمنتا بيخلصها ترجع. إن أراد العين العودة للمباراة عليه أن يجازف أكثر فيما تبقى من عمر المباراة. الوحدة واقف صح، والوحدة إذا ما أراد حسم المباراة عليه أن يفعل الكرات المرتدة. الدفاع وحده قد لا يصل بك إلى نتيجة. سفيان رحيمي من فترة ما شفناه لأن الإمداد غير موجود. يحيى نادر إلى إريك. إكوامي نقل الكرة إلى بلاسيوس. بلاسيوس الإنقاذ دائما يبحثون عن لابا، المنقذ لابا. ولو أن أهدر فرصة كانت أن تعيد كرة. هذه تسديدة من إكوامي إلى خارج الملعب. ضربة من الوحدة الآن يجهز تيغالي وعلاء الدين زهير، والعين يجهز جوناتاس. محمد برغش يقول تيغالي راح يكون مكان كان يركض برغش. قال تيغالي هدي، ليش تبكي؟ الوقت لمصلحتنا. اذا جوناتاس الان يشارك. احمد عيسى درويش مع طاقم التحكيم الاجنبي، واعتقد ان المباراة تدار بشكل ممتاز او اديرت بشكل ممتاز. تيغالي الان يشارك، هو صاحب اخر انتصار للوحدة في العين بهدف تيغالي في ابريل من عام 2014. هذا الموسم رجع للوحدة، وصل ل 174 هدف. ايضا علاء الدين الزهير يشارك. طحلون الزعابي، كرة في منتصف الملعب تصل أقرب لفارس جمعة. روبن ما شاء الله. بيتزي، جواو بيدرو أيضا ترك قضية الملعب، وبلاسيوس من العين ترك قضية الملعب لجوناتاس. طحنون إلى أدريان سيلفا إلى ألان. تمريرات بين أقدام أصحاب السعادة، وياهي عودة للوحدة راح تكون. ياهي عودة للوحدة راح تكون. كرة ملعوبة إلى فارس جمعة. أمامية الكرة لروبن، كرة إلى خارج الملعب، عدت إلى خارج الملعب رمي التماس. يحيى نادر، اتمنى اليوم بالذات، اتمنى اليوم اعلان الحضور الجماهير، لاني اعتقد انه رقم قياسي اليوم على الاقل هذا الموسم. طبعا 22 و23 الف متفرج كسر العدد، لكن نبغي العدد بالضبط. ترجع الكره لجوناتاس. جوناتاس يتقدم. جوناتاس إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، رمي التماس للعين. رمي التماس نفذت لجوناتاس، عرضية داخل منطقة الجزاء، الكرة بتتخلص، ترجع مرة ثانية، جوناتاس بيحاول، كرة لا زالت، فارس جمعة بيبعد، أدريان بيمشي باتجاه بيتزي، تصل الكرة الآن لبندر الأحبابي، بندر! ياهي كرة مرة ثانية بيتزي! راحت لقطة حسم المباراة للوحدة، راحت اللقطة اللي كان ممكن تحسم المباراة. يحيى نادر إلى سفيان اللي أصبح الآن بجوار لابا. ترجع الكرة لفارس جمعة بيخلصها إلى خارج الملعب رمي التماس. لم تنتهي بعد، أجهد اللاعبون. رمي التماس، خالد البلوشي، خالد أمامية، جوناتاس بيحاول، كرة داخل منطقة الجزاء، ولكن يسيطر عليها محمد الشامسي. سيطر عليها محمد. الوحدة يقترب من الانتصار رقم 22 في تاريخ مواجهاته مع العين، في الانتصار السابع في عهد الاحتراف، والانتصار السابع أيضا للوحدة في العين.
إلى خارج الملعب رمي تماس. العين الموسم الماضي فاز بكل ديربيات مضبوط. الآن هو فاز خسر من الجزيرة والآن يتأخر أمام الوحدة. ومن ضمن أيضا المباريات فيها في المنتمين للعاصمة كانت مباراة أمام الظفرة لما فازوا بسبعة أهداف. لكن الوحدة 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 من أين أتيت يا عنابي؟ من وين؟ اخترت أصعب الدروب، أبعد الدروب، بعد أن سجلت البداية الأسوأ وبعد أن ابتعدت كثيرا الآن تعود لابا جونات. أوه لا يا فارس، لا يا فارس، لا يا فارس، ما ودنا. إن شاء الله إن شاء الله المباراة ترد يعني بشكل طبيعي. آخر طرد يعني كان في مايو 2019 طرد مهند العنزي، لكن آخر طرد في المواجهات هنا في هذا الملعب كانت في 2019 طرد بندر الأحبابي ومحمد براش. تدخل قوي، تدخل قوي. خيمينيز يدرك أنه يحقق ما هو أكثر من المطلوب، أكثر من المطلوب. ريبوروف، أنت لم تخسر الموسم الماضي إلا مباراة من 26، والآن من خلال 6 جولات تخسر مباريتين، أكيد في تراجع. الله عليكم، الله عليكم، الله عليكم. شكرا جماهير الأمة العيناوية، شكرا جماهير أصحاب السعادة، شكرا لكم أنتم من جعلتوا القمة قمة ومن جعلتوا الإثارة في أقصى درجاتها. كرة ملعوبة عالية وأمامية تتخلص، ترتد الآن للوحدة في الدقيقة 89. كرة الآن للعنابي، هل يأتي الحسم؟ الله الله الله، الوحدة يرفض الحسم، الوحدة يرفض الحسم في اللقطة الماضية. شوف 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 شوف، هذه كرة مفروض يا عبد الله، أنت منفرد، أنت منفرد، ليش التأخر؟ طيب العبها التقالي. تصرف، تصرف غير سليم يجعل المباراة في الملعب، يجعل المباراة في الملعب. الكرة لا زالت تقالي إلى ضربة ركنية لمصلحة الوحدة. عنابية هذه الليلة حتى الآن الفرحة في أشدها، بينما حالة من عدم الرضا لجماهير العين على ما قدمه فريقهم. لكن أصحاب السعادة لهم موعد آخر هنا، لهم موعد آخر هنا، سيدخلون بروح التحدي أمام الشارجة في نهائي الكأس. كرة ملعوبة بتتخلص، ترجع مرة أخرى، تقدم، محاولة المرور، أربوليدا كم الوقت بدل الضايع. كرة ملعوبة تيجالي خذها للعين، 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 يحاول لابا، نزالت، والكرة من خلال خطأ يشير إلى حكم المباراة لمصلحة فريق نادي الوحدة. 5 دقائق وقت بدل الضايع لأحداث هذه المباراة. والتفاعل وكل التفاعل هنا في مدرجات الوحدوية، مدرجهم عنابي. ليلة تأتي بعد 8 سنوات من آخر انتصار للوحدة في العين. بمنت يطالب جمهوره بالتشجيع. الله 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 الله، إنهم الأوفياء. بينما هنا الأمة في حالة عدم الرضا بشكل عام، بشكل عام، كمباراة وكمستوى وكأداء. الإثارة حضرت، لكن تشعر بأن الوحدة منظم إلى حد كبير، العين مشتت إلى حد كبير، ما في ترابط بالخطوط اللي كنا نشوفه الموسم الماضي. إيريك مع سفيان في جهة، بندر مع جوانكا في جهة، هذا ما نشوفه الآن. هل فعل ريبيروف نفس الشيء اللي فعله في معسكر الموسم الماضي؟ هل اختلفت الأمور؟ أعتقد أن الأمور الفنية بالنسبة للعين متراجعة،
متراجع. الآن الوحدة يعادل رصيد العين بعشرة نقاط. كرة أمامية باتجاه جوناتاس يحاول تتخلص. بندر الأحبابي باتجاه كايو. عبد الله حمد بيخلصها. كرة الآن مرتدة لعبها بالكعب حلوة. كرة لبيتزي لمها لتيغالي. تيغالي والكرة بتتخلص. ما انتهت. كرة عالية وأمامية باتجاه جوناتاس. شوف لعب عشوائي بصراحة العين. اللعب ما فيه منظومة متكاملة للعين. شكل مع احترامي لسيد ربروف أفضل مدرب الموسم الماضي، لكن حكم مباراة لم يحتسب خطأ في اللقطة الماضية. ويبدو أنها ليلة ليست عينوية، هي ليلة وحداوية. هي ليلة وحداوية، ليلة من ليالي أكتوبر الذي يبتسم للوحدة في مواجهاته مع العين. تصل الكرة لطحنون الزعابي. طحنون بلم استهلاك الوقت بشكل ذكي. طحنون إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. لست أنت كما كنت يا روبروف، لست أنت كما كنت يا روبروف. كرة عالية وأمامية. لابا يضطر لصناعة اللعب في منتصف الملعب. يحيي بالعبة لبندر. الدقائق الأخيرة. بندر الأحبابي. بندر بيلم. بندر بالعبة لجوناتاس. جوناتاس محاولات فردية تقدم خطر الليل أمام المرمى. ترجع الكرة. ما انتهت. إريك إلى سفيان للعين أمام المرمى. فارس بيخلصها. روبن فيليب يبعدها إلى، لا زالت في أرضية الملعب ما بين طحنون ويحيى، لكن تصرف آخر غير سليم. ترجع الكرة الآن. المساحة، المساحات الكبيرة. الكرة الآن لبيتزي. بيتزي عليه أن يستثمر الخمسين ثانية المتبقية. لم يستثمرها. هذه ارتدت. قد تدفع الثمن. كرة أمامية. سفيان رحيمي بيحاول يلعبها. ترجع الكرة مرة ثانية. تعود. آخر ثواني المباراة. آخر لا. أوقف اللعب حكم المباراة في لحظة يعني مثيرة جدا. ألف سلامة الاثنين. سلامة الاثنين أهم. شوف هذه الكرة بين إريك وبن مينتا. ألف سلامة إن شاء الله الاثنين. إن شاء الله بالسلامة. اقتربت يا الوحدة. كسر عقدة الثمان. الثمان والعجاف هنا في العين يكسرها العنابي في مباراة الليلة. إنه شهر الوحدة. أكتوبر شهر الوحدة. الفوز على البطايح أربعة، الفوز على النصر أربعة. الوحداوية الليلة يعني ممكن من الليلة ما يغادرون العين لين نهاية الكاس. لين نهاية الكاس بيتمون موجودين. ما راح يردون بوظيفة جمهور الوحدة. يقول لك لا، خدر الكلاسيكو نتملي مباراة الشارجة ويمكن ناخذ الكاس وتكون أحلى رحلة. أحلى رحلة. نفذت الكرة عالية أمامية. سيطر عليها محمد الشامسي. خلاص كسرت عقدة الثمان سنوات. خلاص لازلنا ننتظر حكم المباراة. خلاص اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. الوقت بدل الضايع. والآن ما صفر الآن.